ياه هو ده الخبز ديال الفران ديال العواد، ما يمكنش نجيو لهنا وما ناكلوش خبز ديال الفران ديال العواد. نجيبو شويه ديال الشطبل المعيز، حنا طالعين كاملين غنصور لكم الغابه. وصلنا الراس ديال الجبل، شوفوا واحد المنظر. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ مزيان. هاد النهار جينا لهاد البلاصه هادي، انا غادي نصور لكم بلاصه فوق ايموزدار شويه، يعني غير في ايموزدار. هاد البلاصه سميتها كيقولوا لها امراض. ثم كتشوفوا الاجواء زوينه والطبيعه. غادي نجلسوا شويه هنايا، هذيك سميتو الطريق ديال الصفرو راه دايزه من هنا. كاين جوج ديال الطرقان. هاد البلاصه الطريق هادي عاد داروها كاس ديال الصفرو. ثم كتشوفوا غير الغابه الطبيعه. وهنايا هو ده الخبز ديال الفران ديال العواد، ما يمكنش نجيو لهنا وما ناكلوش خبز ديال الفران ديال العواد. هو ده غزال كيشهي. دابا غادي نهزو شويه ديال الجمر. شنو غديروا في هذا الجمر؟ هذا غنديروا فيه بولفاف. عندنا الوالده حقنا ديال البولفاف، غادي نطيبوه في هاد الجمرات هادو. ياك ايوا ناكلوه. ندوقوا حقنا من البولفاف ديالهم، ضروري الذواقه. ايوا دابا غادي نشويو هاد القطيبات ديالنا. ها هما هادو. هاد البلاصة انتو كتشوفو الأجواء. فلفل. ودابا احنا طالعين الغابة الفوق باش غادي نمشيو نجيبو شويه ديال الشطبل المعيز. احنا طالعين كاملين غنصور لكم الغابة، هاين تشوفوا من هنا. انتما مازالين راه باقيين قرابي للدار، تنطلعوا نديروا شويه ديال السبور. طلعنا كاملين الدراري الصغار حتى هما عاجبهم الحال، اكتشفوا الطبيعه. هادي شحال صراحه ما طلعنا هكا للغابه. منين كنا صغار كنا كنجيو كنمشيو كنا نسرحوا النعاج مع باسي ديال الله يرحمه، مع هكا خوالي. دابا غادي نذكروا الايام على منيدر شحال زوين. نوريكم شويه من هنايا كما كتشوفوا على منظر. غادي نزيدو نكملو نطلعو الفوق. من شحال ما تمشيت مع العقبة طالعين في الجبل عييت. الدراري الصغار فرحانين. انتم دابا راه وصلنا واحد الطريق، كاين واحد الطريق هكا. هاد الطريق حتى هي راه كتدي لعين السلطان، وهادي كتمشي كطلع لشي بلاصه ما عرفتش شنو هي. باقي غادي ندوزو هاد الطريق وغادي نطلعو لفوق. سبقوني وخلاوني اللور
دابا وصلنا للراس ديال الجبل. نشوف تشوف واحد المنظر كيبان لي بزاف. كامل هاد البلاصه جهه عين السلطان زوين. لقينا واحد النعيزات هنايا، ها هما هادو. انا نحاول نصور لكم، شوف واحد المنظر غزال كيبان ايموزار كامل من هنا. هذا عين السلطان، هذا المعمل ديال عين السلطان. وهذا واحد دغيا الجهه من ايموزار كنضر. انتما تشوفوا راه الغيام. كاينين هنا هادو لي سونتر دي ستيفاج اللي كاينين هنا في هاد المنطقه ديال عين السلطان امعراض. هادو شي سونتر بلا بيسين معرفتش ديالاش. زوين. تشوفها زوينة من هنا، منظر زوين. هما كتشوفو هذا الشاطو ديال الماء. دابا من هاد الجهه حنا جينا من هنا، خلينا البلاصه فين ساكنين من الهيه. هكا كنقول. وهادي من الجهه الاخرى، تليفوني ديشارجا، خدت غير تليفون اخر نصور به. فعلا منظر رائع كتشوفوا. بعد ما سمعتنا بداك المناظر الطبيعيه زوينه، دابا راه حنا راجعين هابطين. حنا غادي نهبطوا دابا. وها حنا حطبنا المعيزات، جبنا لهم شويه د الشطب وتفججنا شي شويه وفوجنا بالمناظر والبروده. واحد الريح والبروده. ربع اخرى عاوتاني تلاقينا في الغابه. لا ما نساتش، ما سخيناش صراحة، منظر غزال ومفوج. بعد ما سارينا في الغابة وطلقنا رجلينا، واحد الجو كما شفتوا معايا
كان هائل ورائع مع العائلة والحباب. كنتمنى تكونوا فوجتوا معنا وخرجتوا معنا واستمتعتوا معنا في هذه الخريجة هذه وفي هذا الفيديو هذا. نتلقاكم ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.